الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحابته المصابيح الغرب. ورضي الله عن شيخنا وملاذنا مولانا الشيخ الخديم وعن جميع خلفائه، وخصوصا مولانا الشيخ محمد المنتقى مكي الخليفة العام للطريقة المريدية العالمية. معالي مولانا الشيخ، إننا قدمنا إلى هذه المدينة المباركة المحروسة التي أسسها صاحبها على تقوى من الله ورضوان منه، مدينة كأرض طيبة التي تخرج نباتها بإذن ربها. هذه المدينة المباركة التي قيض الله للأمة أن يأتوا إليها كل عام مقتبسين من أنوارها، مقتبسين من نعمها التي أسبغها الله عليها. وأنتم على رأس هذه المدينة وعلى رأس هذه الجماعة المباركة التي تربت على مدرسة الشيخ الخديم الذي بقي حاله متمثلا في جميع مريديه وأتباعه. فبعد 100 عام لا يزال الشيخ الخديم يتجسد في جميع مريديه بأخلاقه وشيمه وخلقه وعلمه وحاله، فعالم ذو همة يحيي أمة. فالشيخ الخديم لوحده أمة، جعله الله لوحده أمة فاهتدت به الأمم، فسادت به القارة الأفريقية، بل سادت به الأمة الإسلامية. فها أنا ذا كنت في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، وقد جمعني بأحد الأكابر جمعتني به مائدة، فجعل يرنو إلي بعينيه حتى اقترب إلي وقال لي: أأنت من طوبى؟ فقلت: نعم. الشقي هو من يقول إنني لست من طوبى، فقلت: أنا من طوبى. فقال لي هذه الكلمة، قال: والله لولا إساءة الأدب لحضرة سيدنا محمد لهاجرت إلى طوبى إلى وزير سيدنا رسول الله. قال الشيخ أحمد بمبة: كان يمثل وزارة نبوية في أفريقيا، كان يمثل الحضرة المحمدية هناك بأخلاقه بتعاليمه بتقواه بورعه. فهنيئا لنا معاشر المحبين الذين سخرهم الله لورود هذا المورد العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعكم يا سماحة الشيخ لتبقوا على هذه الأمة وعلى هذه الطائفة المباركة، وأن يعينكم على تعويم هذه السفينة، سفينة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يبقيكم كما قال الشاعر: وأبقاك الإله قرير عين تلوذ بك الأنام على الدوام. وها إنني قد كتبت قصيدة محبة لطوبى ولمؤسسها ولخليفتها الحالي ولجميع ساكني هذه المدينة المباركة. فقلت فيها: طوبى لطوبى السلام، ثرى غنى واستقام، لربنا أولياء تميزوا بالوئام، عبادة واجتهادا صاروا ظلال الأنام. طوبى مدينة طوبى أرض الهدى والنظام، عمارها طيبون لكل خاص وعام. طوبى لها من مآب لأهل خير المرام، وقد دحاها بنور رب العلا والتمام. على يد الشيخ بمبى خديم خير الأنام، ذو حكمة واحترام وزاهد عن العطام. ما غره قط شيء قد غر أهل الظلام.
من اتقى الله حقا فنال دار السلام لقد وفى بل لقد وفى بعهود دينية بالدوام وقد أنار قلوبا بالعلم لا بالخصام فاق اهتماما وعزما أقرانه في انتظام وزانه الحلم حتى سموه خير الإمام إمام أهل التفاني في حب عالي المقام طه البشير النذير هادي الورى بالقوام دعا إلى الله قوما أهل التقى والمهام أوتوا قصور الجنان وأكرموا بالوسام صلى وسلم ربي على السنة المتسامي فالشيخ أحمد بامبا مناضل في الأمام أغاث قوما ضعافا من شر كل اللئام حسن الطوايا أذاعت دعواته في الأنام بنى مدينة طوبى لنصرة لا انتقام فبارك الله فيها بشهرة لا مدام عليه رحمات ربي دعاء دان وسام ثم الخلافة صارت إلى أيادي العظام فوارثوا كل خير حتى الرشيد الهمام خليفة في رؤاه متابع للكرام بنى مشاريع مسجد بنى مشاريع مجد على الغنى المستدام مدارس وزوايا ومكتبات اعتصام ومنجزات تجلت بحكمة واستقام سماه رب البرايا بالمنتقى في المرامي شيخ مكي منتقانا أقمت خير القيام ورثت نورا مبينا مداويا للسقام حييت برا شجاعا ضد العآدي الشتام وقيت شرا وكيدا من مستفز ورامي نجيت مما قضاه قاضي الهوى والمهام جزاكم الله خيرا يا شيخنا ذا المقام سلم عليهم جميعا يا شعر دون انقسام أسوق مدحا جميلا إلى مريد سنام رئيس حزب التراقي أتنجي الحسام هذا مريد صادق هذا مريد صدوق لشيخه للزمام يجله إذ تفانى في حبه بالدوام قد كان أعلى مثال للتابعين الكرام إخوان خير تعالوا تنافسوا في الوئام توحد